نروح للمغرب ولزميلنا العزيز كريم احمد ومعاه الكابتن سامي قمصان. بجد التحية لك من جديد يا كابتن ايمن شوقي، كابتننا الكبار في الاستوديو التحليلي. يا رب ان شاء الله باذن الله الخطوه اللي جايه تكون مباراه العوده في القاهره تكون بنفس الاداء والروح الكبيره جدا اللي شفتها من لعيبه النادي الاهلي. فوز مهم جدا هنا في مركب محمد الخامس. انا اكيد طبعا بقى هتكلم على الفوز وعلى المعنويات وعلى حاله لعيبه النادي الاهلي الفنيه مع كابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. مبروك يا كابتن سامي، مباراه مهمه جدا، مباراه صعبه حضرنا ليها بشكل كبير، كان واضح الاصرار وواضح جديه اللعيبه من اول دقيقه، ضغط في كل حته. على ما اعتقد دور كبير جدا للجهاز الفني ان هو يقرا فريقه ده بشكل كبير. مبارك لك كابتن سامي، مبارك لكل جمهور النادي الاهلي. طبعا مبروك ليك ومبروك لجمهور النادي الاهلي، وطبعا مبروك لكابتن ايمن وكابتن علاء وكابتن يوسف وكابتن عادل وكابتن هاني وكل جمهور النادي الاهلي. زي ما انت قلت مباراه استعدنا لها الحمد لله كويس، اتفرجنا على فرقه دودات كويس جدا، استعدينا كويس جدا، جايين برده قبل المباراه بثلاث اربع ايام مهمه جدا، كان من الحاجات اللي احنا استفدنا منها من البطولات اللي قبل كده. برده الطياره الخاصه توفير الكابتن اللي طيارة خاصة لينا برضو كان عامل إيجابي برضو لينا الحمد لله. وجود هو كرئيس للبعثة برضو أدى للفرقة قوة وأدى للفرقة تركيز أكتر وثقة أكبر ومسؤولية أكبر. لكن زي ما أنت قلت خطوة لسه ناقص خطوة تاني، خطوتين تانيين مهمين جدا. لكن الحمد لله بشكر اللعيبة طبعا، وقدموا مباراة كبيرة جدا جدا، رجعت شخصية النادي الأهلي تاني، اللي بيلعب تحت أي ظروف بيلعب بشخصيته باستحواذه بخلق فرصه بتنظيم دفاعي جيد وتنظيم هجومي جيد. أعتقد الحمد لله مردود الحمد لله جيد جدا ونتيجة مرضية جدا. لكن برضو زي ما أنت قلت كلنا بنقول لسه خطوتين، وإن شاء الله أتمنى إن شاء الله الأفضل للي جاي. الروح الكبيرة دي أكيد يا كابتن سامي جت من المدرج بره، اللعيبة اللي بره بتشجع بروح وبقلب، وهو ده مفيش حاجه اسمها لعيب اساسي ولا لعيب احتياطي، هي ظروف ماتش. الروح الكبيره دي على منطقه كابتن سامي كانت ليها سبب كبير جدا وتاثير كبير ان احنا نفوز النهارده. زي ما انت قلت بص مين اللي بره الاول، يعني لما تلاقي لعيبه بقيمه احمد فتحي ووليد سليمان واللعيبه الكبار اللي موجوده الشيخ وجيرالدو وبادجي كله، حمدي فتحي وحمدي وصالح بره وكهربا بره ومحمود وحيد وعلي وشوبير. فاعتقد ده روح النادي الاهلي، وده سمه من سمات النادي الاهلي اللي بتساعده دايما على البطولات. اللعيبه كلها روح واحده، اللعيبه كلها حاسه بالمسؤوليه، عاوزه ترضي جمهور النادي الاهلي. اعتقد ان شاء الله بالروح دي ان شاء الله ربنا يا رب ان شاء الله يكملها لنا على خير، ان شاء الله نحقق الخطوتين اللي جايين ان شاء الله. بس ما حققناش حاجه، مطلوب ايه من اللعيبه الفتره اللي جايه كابتن سامي تحديدا، والتحضير المهم اكيد لمباراه العوده اللي ان شاء الله باذن الله تكون مناسبنا زي مباراه اليوم. تركيز اكتر، اعداد اكتر للمباراه، تصميم اكتر، اللي احنا ان شاء الله عندنا مباراه عوده ما نعرفش نتيجتها، لكن هنقاتل فيها، هنقدر ان شاء الله نحافظ على ادائنا على شخصيتنا في اللعب على طموحنا ان شاء الله اللي احنا عاوزين نعمله ونوصل له. اعتقد ان شاء الله باذن الله ربنا هيدينا على قد تعبنا، لان اعتقد كل المنظومه بتتعب، من اول الكابتن لجميع اعضاء مجلس الاداره لجميع اللعيبه، زي ما انت شفت الجهاز الفني والاداري والطبي واللعيبه وحتى العمال اللي موجودين معانا. فاعتقد ان شاء الله ربنا يا رب يكملها لنا خير ويكلل كل التعب دوت ان شاء الله ببطوله كبيره احنا محتاجينها وجمهورنا محتاجينها. شكرا شكرا شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. هي دي الروح الكبيره.